years old, Israel formed a task force to establish field hospital in southern Gaza. محيط الشفا هذه قريبة كتير، هذه قريبة كتير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. صبرك وعفوك يا رب. Sadly, Israel is doing far more for the well-being of Gazans than the WHO or any other UN body. نود أن نحمل وكالة الأونروا وإدارتها مسؤولية النكبة الإنسانية خاصة لسكان مناطق قطاع غزة ومناطق مدينة غزة وشمالها، والتي انصاعت منذ اللحظة الأولى لإملاءات الاحتلال وخرجت من مواقعها وتخلت عن مسؤولياتها تجاه مئات الآلاف من السكان واللاجئين وتركتهم دون مأوى أو ماء أو غذاء أو علاج.